لكن نقول لك عن حاجة، أنا عندي وثائق تثبت جبهة نزار للمحكمة مطبوعة بختم وزارة الدفاع والمخابرات والجمهورية الجزائرية لإسلاميين كانوا في الجبل تائبين. يقولوا احنا هما اللي قتلنا في بن طلحه وفي الرئيس وفي معنبليش وفلان فلان، ماهوش سويدي اللي يتكلم، احنا هما اللي قتلناهم. يعني موثقه باللي كاشي وبال وكي نقولوا على كويسي جوستيس. يعني حتى الوثائق اللي جابوها جابوا وثائق يعني دي فريفو تيمونيز اماك لينو بالبطاقه تاعو وقتها طلع للجبل وقتها هبط من الجبل وقتها قتل فلان وقتها عمل العمليه الفلانيه وقتها عمل العمليه الفلانيه موثقه. وهكذاك ونزار خسر المحاكمه ورجع مهزوم للجزائر ورجع كتب كتاب لبروسيد باري اللي داير فيه غير لي تيمونياج تاعو وتاع الناس اللي جابهم معاه.